بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم 23 من شهر برمودا المبارك. شهادة القديس جورجيوس العظيم في الشهداء. في مثل هذا اليوم استشهد القديس جورجيوس ماري جرجس. ولد هذا القديس في كابادوكية بآسيا الصغرى تركيا حاليا في النصف الأول من القرن الثالث من عائلة مسيحية غنية تقية، وكان اسم أبيه أناستاسيوس، وكان حاكما لولاية ملاطية إحدى بلاد الكابادوك، واسم أمه ثأوبستة ابنة حاكم اللد بفلسطين. وكانت لماري جرجس أختان، اسم إحداهما كاسيا والأخرى مدرونة. توفي والدهم وهم صغار السن، فتولت والدتهم التقية تربيتهم على التقوى المسيحية. ولما كبر جرجس وأصبح شابا أظهر نبوغا وشجاعة، فاهتم به حاكم فلسطين المدعو يوستس وأدخله الجيش، فتعلم الفروسية وارتقى في المناصب حتى وصل إلى رتبة قائد. ثم توفي يوستس التقي، ذهب القائد جرجس إلى مدينة صور بالشام حيث مقر الملك داديانوس ليطلب منه أن يوليه على ولاية فلسطين. وهناك وجد أن داديانوس قد أمر بعبادة الأوثان وتعذيب المسيحيين الذين لا يرضخون لأوامره، حتى أضحى أغلب الناس يعبدون الأصنام ويبخرون لها. تقدم جرجس إلى الملك داديانوس واعترف أمامه بالسيد المسيح، فتعجب الملك من منظره ومن شجاعته، وعلم أنه ابن أمير كبير، فأخذ يلاطفه ويغريه بالوعود حتى يبخر للأصنام فيعطيه كل ما أراد. فرفض جرجس كل وعوده الأرضية الزائلة وتمسك بمسيحه وإيمانه. غضب الملك وأمر بتعذيبه بأشد أنواع العذابات الرهيبة، فوضعوه في الهنبازين حتى تمزق جسده وسال دمه، ثم طرحوه في الجير الحي 3 أيام، ولكن الله حفظه. وكان الملك ينسب كل ذلك إلى السحر. ألبسوه حذاء من حديد وفيه مسامير محماة بالنار، وكانوا يضربونه بالعصي لكي يمشي وهم يهزؤون به. جلدوه بأعصاب البقر حتى سالت دماؤه، وفي كل ذلك كان الرب يعزيه ويشفيه من جراحاته. وظل محتفظا بهدوئه وبشاشته حتى تعجب الملك وكل الولاة الذين كانوا يحكمون عليه بهذه العذابات. استدعى الملك ساحرا يدعى أثناسيوس، فقدم لجرجس كأسا بها سم قاتل، فرشم على الكأس علامة الصليب وشرب ما بها ولم يضره شيء. فقدم له كأسا ثانية بعد أن قيدوا يديه خلف ظهره، فقال لهم مشيرا برأسه: أتريدون أن أشربها من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا؟ وبذلك رشمها بعلامة الصليب برأسه وشربها فلم تؤذه. فآمن الساحر بالسيد المسيح، ولكن الملك والولاة المرافقين له بسبب عنادهم نسبوا المعجزة للسحر وأمروا بقتل أثناسيوس، فنال إكليل الشهادة. طلب داديانوس من ماري جرجس أن يصحبه إلى معبد الأوثان ويبخر للآلهة، فتظاهر بالموافقة، ففرح الملك وجمع عظماء مملكته وذهبوا إلى المعبد، وذهب ماري جرجس مع الملك. وهناك خاطب الصنم وطلب منه أن يفصح عن حقيقته، فنطق الشيطان من الصنم مرغما وقال: أنا لست إلها، لا أنا ولا أي صنم مثلي، ولكن الإله الحقيقي هو الذي تنادي به أنت.
بعد ذلك سقطت التماثيل وتحطمت، فهاج كهنة الأوثان وهيجوا الشعب وصاروا يصرخون في وجه الملك: ارفع هذا من الحياة، فإننا لم نعد نحتمل رؤيته، قاصدين القديس ماري جرجس. وبسبب هذه الحادثة آمنت الملكة ألكسندرا زوجة داديانوس واستشهدت على اسم السيد المسيح، وخبر استشهادها في 15 من برمودة. أخيرا حكم الملك بقطع رأس القديس، وفي مكان الإعدام صلى صلاة حارة ثم مد رقبته للسياف فقطع رأسه المقدسة ونال إكليل الاستشهاد. فأخذ أحد المسيحيين الرأس والجسد ولفهما بأكفان فاخرة ومضى بهما إلى بلدة اللد بفلسطين، الموطن الأصلي لماري جرجس، وهناك بنوا له كنيسة باسمه ووضعوا فيها جسده الطاهر. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار، اليوم 23 من شهر برمودا المبارك. شهادة القديس العظيم ماري جرجس الملطي. كان في زمان الاضطهاد الذي ثار على الكنيسة وكان ملكا على الفرس داديانوس الوحش الرديء، فجمع معه 70 ملكة ووضع آلة العذاب، وكلفوا جميع المسيحيين أن يذبحوا ذبائحا للأوثان. فعبرت 7 سنوات ولم يدع الخوف أحدا يقول أنا مسيحي، وكل من أراد أن يصير شهيدا وينظر آلة العذاب يتخلى. فأشرق كوكب من المشرق، ماري جرجس العظيم في الشهداء. هذا احتقر العذاب حتى نال الإكليل في السماوات. كان شاب يقال له جرجس، وذلك كان من أهل الكبادوكية، مجندا في الكردوس، مكرما جدا، مكملا جيدا. ولما مضى إلى داديانوس لكي يجنده ويجعله واليا، رأى القديس أنه جحد المسيح وعبد الأوثان. ماري جرجس العظيم المعلم الحكيم الأول في الجليليين، فرق الأموال التي معه على المساكين حتى الثوب الذي على جسده، وتقدم إلى المحكمة واعترف بالمسيح إلهنا، واحتقر العذاب حتى نال إكليل الشهادة، وأنه تقدم إلى المنصة ووقف أمام الملوك وصرخ أمامهم قائلا: هدئوا غضبكم وحنقكم، ولا تدعوا الشياطين آلهة، أما أنا فأسجد لرب يسوع وأبيه الصالح والروح القدس. ولما نظر إليه الملك أجابه قائلا له: ما هو اسمك؟ فأجابه قائلا له: أما اسمي فأنا مسيحي، وأنا أعبد المسيح الرب. فغضب الملك جدا وأمر أن يعذب. وفي زمان الاضطهاد نال ماري جرجس الإكليل واستراح في الحياة الدائمة مع يسوع المسيح ملك الملوك. بصلوات سيد الملك ماري جرجس: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. بالحقيقة قد أشرق لنا اليوم كوكب الصبح وشعاعه محيط به، لأن كرامته عظيمة جدا ماري جرجس الملطي. هذا الذي أقبل إلينا اليوم يتبعه الشهداء الذين كملوا معه، والكنيسة تفرح اليوم والطغمات التي فيها في التذكار المكرم الذي للقديس ماري جرجس. كثيرة هي العذابات التي احتملها هذا القديس، وكثيرة هي بالأكثر الكرامات التي منحه إياها المسيح: 7 أكاليل ذهب مصفى مرصعة بحجارة من الجوهر. لا يقدر لسان جسداني أن ينطق بكرامتهم. الله الآب ضابط الكل وضعهم على رأسه عوض 7 سنوات التي كان يعذب فيهن.
هوذا ملائكة الرب وقفوا مع القديس يخدمونه حتى أكمل جهاده. كل أجناس المؤمنين بربنا يسوع المسيح يعيدون معه اليوم في نهار تذكاره. 70 ملك منافقون اجتمعوا معا وحكموا على القديس، كل واحد كحسب مشورته. أما شهيد المسيح فكان واقفا في وسطهم مثل الأسد القوي، وكان يبكت كفرهم. كثيرون هم الجموع الذين اعترفوا بالمسيح وتبعوا آثار خطوات القديس ماري جرجس. السلام لكوكب الصبح الذي أشرق وقت السحر، وأن شعاعك نوره ملأ العالم كله. أطلب من الرب عنا يا لابس الجهاد الشهادي سيد الملك ماري جرجس ليغفر لنا.